بعد العودة العربية إلى سوريا، ماذا عن مستقبل القوات الأمريكية؟ الردع في فلسطين والسهم لضرب الوثائق السعودي الإيراني. عمران خان هو الذي يتحدثون عنه كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد العودة العربية إلى سوريا، ماذا عن مستقبل القوات الأجنبية وخصوصا القوات الأمريكية هناك؟ تعرفون أحبائي أن وزراء خارجية الدول العربية تبنوا في القاهرة قرارا باستعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية. وزراء خارجية الدول العربية عقدوا اجتماعا استثنائيا لهذا الغرض، يعني مستعجلين، وقرروا استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية اعتبارا من اليوم الذي صدر فيه هذا القرار، أي في 7 مايو. لكن لو تلاحظون خلال هذه الأيام القليلة الماضية بعد هذا القرار في استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، هنالك اعترافات بدأت تظهر على السطح من قيادات في المعارضة أو ما يسمى بالمعارضة السورية، تتحدث علانية على أنه وتؤكد أن من ورط المعارضة السورية في هذه الحرب العبثية الإرهابية المسلحة هم نفسهم هؤلاء الدول الذين صادقوا على أولا في نوفمبر من 2011 على تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، والآن صادقوا على عودة سوريا إلى الجامعة العربية بمزاعم منها أنه يعني يراد لسوريا أن تكون بلدا ديمقراطيا، بينما الدول التي فرضت هذه الحرب على سوريا بدعم من دول أجنبية أخرى هي تفتقد إلى أبسط مبادئ الديمقراطية، وحشوها صراحة وعلانية. وشفتوا من هي الدول التي تبنت عملية التغيير في سوريا، ومن هي نفس هذه الدول تبنت عملية التغيير في ليبيا وفي مصر، وأسقطت الجيشين السوري والمصري والليبي، ويعني أسقطت الجيشين الليبي والمصري وأرادت أن تسقط الجيش السوري وتحطمه. هذا هو الهدف الأساسي بزعم الديمقراطية. بعدين شفتوا خلال السنوات القليلة الماضية لا ليبيا فيها ديمقراطية ولا في مصر تمكنت تلك الثورة التي سميت بثورة الربيع العربي من جلب الديمقراطية بالمقاسات التي كانت تريدها هذه الدول التي تفتقد إلى الديمقراطية. الآن هم يتحدثون علانية على أن من ورطهم في هذه الحرب في سوريا وحول مطالبهم السلمية وحول يعني مظاهراتهم السلمية للمطالبة بحقوق كما يقولون إلى ثورة مسلحة، وإلى صارت جيوش وصارت هنالك حركات وتنظيمات، والكثير من هذه التنظيمات أصبح يعني واضحة المعالم أنها إرهابية وتكفيرية، هي هذه الدول نفسها اللي فرضت أول مرة يعني رفعت أو علقت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، واللي الآن جاءت صاغرة لكي تعيد لسوريا مقعدها الذي لا تنتفع منه سوريا. شنو سوت الجامعة العربية؟ واحنا حكينا وتعرفون كل زين أنتم ماذا فعلت الجامعة العربية لفلسطين؟ أسه الآن عدنا في المحور الثاني، موضوع العملية الردع والسهم، العملية الإرهابية التي ارتكبتها القوات الصهيونية في فلسطين. ماذا فعلت الجامعة العربية للعراق؟ ماذا فعلت الجامعة العربية للكويت؟ ماذا فعلت الآن لهذا السودان الذي يحترق؟ أزمات كثيرة مرت بها الدول العربية تتحمل مسؤوليتها بشكل أساس الجامعة العربية. بل الآن نتحدث بشكل واضح، ما دمنا نقول نحن الآن نتحدث عن مستقبل القوات الأجنبية والقوات الأمريكية، طيب الجامعة العربية هل ستتبنى مهمة إخراج القوات الأجنبية من سوريا؟ وتعالوا نعرف من هي هذه القوات الأجنبية. من تجي إلى وسائل إعلامهم يتحدثون عما يسمونها بالقوات الإيرانية، وهذا كذب، لا توجد قوات إيرانية، يوجد مستشارون.
ويتحدثون عن الوجود العسكري لقاعدتين روسيتين، وهذه القاعدتين هاتان القاعدتان الروسيتان تم إنشاؤهما وفق توافق مع دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة هي الدولة السورية. يعني هذن واللطيفة هم دول الاثنين، يعني إيران وروسيا هما اللذان ساعدا سوريا في دحر الإرهاب وإحباط هذا المخطط الذي قادته هذه الدول العربية وخلف من خلفها دول أخرى تقود ما يسمى بالائتلاف الدولي لمحاربة الإرهاب. 69 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت في سوريا بدون إذن من سوريا، وهي الآن موجودة على الأراضي السورية، قوات أمريكية، قوات فرنسية، قوات ألمانية وقوات أخرى، قوات تركية. طيب هل ستتمكن جامعة الدول العربية من الحديث مع الأمريكان ومع الأتراك ومع باقي الدول التي تتواجد عدا إيران وروسيا؟ لأن إيران وروسيا ليس طرفا في هذه المعادلة، هما مجرد ساعد الدولة السورية بطلب من الدولة السورية. بالنسبة لإيران هنالك اتفاقية التعاون الدفاعي والعسكري وجددت مرتين، وبالنسبة إلى روسيا أيضا هنالك اتفاقية، وهذا الأمر محسوم، لا يحق أبدا لهذه الدول ولا للولايات المتحدة الأمريكية من أن تتحدث عن هذا التواجد الذي هو تواجد فقط لدعم الدولة السورية ولإجهاض مشاريع المشروع الصهيوني، المشروع الغربي، ومشروع هذه الدول التي تغذي منظمات إرهابية. طيب الولايات المتحدة الأمريكية باعترافها هي، باعتراف الرئيس الأمريكي، باعتراف قادة الجيش والأركان، متواجدة في سوريا لسرقة النفط السوري. هذا أمر أيضا معروف لا حاجة للحديث عنه ولإثباته، وهنالك إثباتات، يعني هنالك وثائق وأدلة وأفلام واعترافات وتصريحات تؤكد أن الوجود العسكري الأمريكي والغربي بشكل عام وتحديدا الأمريكي هو لسرقة الأموال السورية، النفط والقمح في سوريا. هم متواجدين في أماكن مهمة جدا من الناحية الاقتصادية بالنسبة إلى سوريا. إذن نحن نقول بما أنه الآن تريد هذه الدول العربية أن تصحح من المسار، وهي لاحظت خلال الفترة الماضية، لاحظت وخصوصا المملكة العربية السعودية، قطر، دول أخرى، الإمارات والكويت أيضا، لاحظوا أن الولايات المتحدة الأمريكية ما عادت قادرة على تقديم الحماية لها في يعني في هذا الصراع، في كل هذا، لأن هذا الصراع في سوريا له تداعيات. واحدة من أهم هذه التداعيات هو الصراع في اليمن، يعني هذه الحرب التي شنت ولا تزال، ها بالمناسبة، على اليمن. وعندما يصدر رد فعل من اليمن بالنسبة لأرامكو، بالنسبة لأماكن أخرى في المنطقة، عمليات الردع التي كانت تمارس من قبل اليمنيين، ولاحظتم سلسلة العمليات للردع وللرد على العدوان الذي فرض على اليمنيين، كانت يعني العمليات أو كان رد الفعل اليمني مؤذيا. هو ليس فقط يؤذي السعودية ويؤذي حلفائها في هذه الحرب التي شنت على اليمن، بل حتى يؤذي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى والكيان الصهيوني الذي كل هذه الدول تقف خلف هذا العدوان على اليمن. فإذا هم لاحظوا أنهم يعني بالنتيجة هم وصلوا إلى قناعة، وحتى أن الأمريكان قالوا لهم يعني اذهبوا وتحدثوا مع إيران، نحن لا نستطيع الآن أن نحميكم، حلوا هذه المشكلة، لأن عندنا هم أيضا احنا ارتباطات ومشاكل وأزمات كبيرة أخرى تتعلق في العالم وتتعلق حتى في الداخل الأمريكي وداخل الكيان الصهيوني. فمن هذا الباب يجب أن تتحرك الجامعة، جامعة الدول العربية، بفاعلية على الأقل فيما يتعلق بإصدار قرارات،
على الأقل تفرض على الدول الأعضاء في هذه الجامعة العربية أن تفرض أيضا نوعا من العلاقات مع الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية لتسحب قواتها العسكرية من سوريا. وهذه ذريعة، والله إحنا لازلنا موجودين في سوريا لمحاربة الإرهاب، هذه الذريعة خلاص انتهت. وحتى الجامعة العربية الآن يعني من ضمن ما تقول أنها حصلت عليه من وعد من القيادة السورية هو الاستمرار في محاربة الإرهاب. طيب من هو الإرهاب؟ الإرهاب هي 202 دولة، ذني بس ذني الدول التي ترعاهم الآن رسميا تركيا في مسار أستانا، 202 عدا داعش. داعش انتهى، داعش إلا ذا تريد هي الولايات المتحدة الأمريكية تعيده من جديد باسمه باسم آخر، وجبهة النصرة أيضا انتهت. لا خلاص، يعني ما بقي هو إدلب وبعض الجيوب هنا وهناك، وهذا الأمر يقتضي دعم سوريا لإنهائه عسكريا أو سياسيا بالتفاهم مع تركيا التي تتوسل الآن بالرئيس بشار الأسد لكي يتفاهم معها ويجلس مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وتريد أن تعيد النظر بسياستها تجاه سوريا تحديدا وتجاه ما يسمى بالحرب على الإرهاب. فعلى أي حال، بعد العودة العربية إلى سوريا يتعين العمل سريعا على إخراج القوات الأجنبية وتحديدا القوات الأمريكية والتركية من سوريا. الردع في فلسطين والسهم لضرب الوفاق السعودي الإيراني. قامت القوات الصهيونية في فلسطين المحتلة في الأيام القليلة الماضية بعمليات عدوانية وحشية استهدفت المدنيين وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية. أطلق هذا الكيان اللقيط على تلك العملية اسم الردع والسهم. الردع كما يزعم هذا الكيان هو لردع قوات المقاومة من القيام بعمل كبير يستهدف هذا الكيان اللقيط، لكن في نفس الوقت يعترف هذا الكيان اللقيط بأن هذه العملية الفاشلة التي استهدفت مدنيين وأطفال، نعم أسقطت بعض القيادات في المقاومة الفلسطينية لأنها جاءت فجرا والناس نيام ولم يعلن عنها سابقا. كان يفترض أن يقوم هذا النظام في رمضان المبارك بمثل هذه العمليات، لكنه أجلها كما يبدو لأنه بدا واضحا أن عملية أو محاولة إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو بدت أكثر من جدية في داخل فلسطين المحتلة من قبل نفس المؤسسة الحاكمة السياسية والعسكرية، بل وحتى من قبل بعض حلفائه في الحكومة المتشددة المتطرفة التي لم يشهد لها الكيان مثيلا منذ اغتصاب فلسطين وقيام ما يسمى بهذه الدولة في مايو أيار من عام 1948. لكن الواضح أحبائي من مجمل ما يجري خلال الفترة الماضية بعد إعلان التوافق أو الوفاق السعودي الإيراني، بعد إيجاد هذا التقارب السريع الذي يمضي بخطوات متسارعة بين إيران من جهة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى عربية وخليجية، وضع الكيان الصهيوني، أقصد هذه حاكما الآن بنيامين نتنياهو، في وضع حرج. يعني بدأ يتحدث نتنياهو يقول أنا أساسا إنما جئت وخضت هذه الانتخابات الأخيرة وقمت بهذا الائتلاف لتشكيل حكومة هدفها ضرب إيران، هدفها ضرب إيران. يعني شنو؟ يعني بالاستعانة لوجستيا بدول في المنطقة وبالاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني سهمه
موجه إلى إيران. ففي هذا الواقع فإن هذه العملية هي تهدف أساساً أن تضرب هذا الوفاق الإيراني السعودي الذي وصفته صحيفة الجارديان البريطانية بأنه وإن كان كما تقول الصحيفة هشاً حتى الآن هذا التوافق، لكنه يبدو جدياً ويبدو أن الإيرانيين والسعوديين ماضين فيه ويشكل مأساة تراجيدية للكيان الصهيوني، وخصوصاً لهذه المؤسسة الحاكمة المتطرفة يافا اللي يسمونها تل أبيب. طيب، نتنياهو خلال الأيام القليلة الماضية أخذ يصرح ويقول حتى لو لم تتعاون معي ولم تدعمني الولايات المتحدة الأمريكية سأقوم بعملية عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلمون أرسلت إشارات كثيرة إلى إيران عن طريق وسطاء كثيرين ومنهم العراق، حتى العراق أيضا نقلت رسائل عبر القيادة العراقية إلى إيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وارد الدخول في صراع عسكري مع إيران على الإطلاق، يعني لا تريد أن تتورط بدعم الولايات الكيان الصهيوني في أي عملية عسكرية يريد هذا الكيان أن يشنها على المنشآت النووية الإيرانية. أولاً المنشآت النووية الإيرانية، هذا للتوضيح أحبائي، المنشآت النووية الإيرانية هي موزعة في أماكن معقدة وكثيرة. من نقول البرنامج النووي الإيراني هو يريد أن يعرقل البرنامج النووي الإيراني ويمنعه من أن يصبح عسكري. شو البرنامج النووي الإيراني؟ مو مفاعل بوشهر ولا مثلاً منشأة موجودة فقط في أراك أو منشأة موجودة في قريب من قوم فوردو وغيرها، لا المنشآت البرنامج النووي الإيراني عدد معقد وكثير من المرافق النووية تتواجد في أماكن بعيدة جغرافيا تحت الأرض، هنالك حماية جوية، هنالك بالنتيجة إيران مو قاعدة وساكتة وخال البرنامج النووي الإيراني والله على السطح شو وقت ما عجب نتنياهو يجي يستهدف هذا البرنامج ويضربه. المملكة العربية السعودية بغض النظر عن الموقف من مما تخطط له في المستقبل من خلال توافقها مع إيران، حتى لو قلنا أنه فرضا المملكة العربية السعودية تريد في مرحلة لاحقة تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، يعني على الأقل أقول بعد وفاة العاهل السعودي الفعلي الذي هو أدبيا ملتزم بقرارات الجامعة العربية والقمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 فيما يتعلق بما يسمى بحل الدولتين، إلا إذا يعني جاء محمد بن سلمان وأصبح ولي عهد، وهذا أيضا لا يستطيع في الوقت الحاضر، وحتى ربما إذا أصبح عاهلا وملكا في المملكة العربية السعودية هنالك أكو معوقات فيما يتعلق بالهيبة وخادم الحرمين ومكة والمدينة والمسلمين، صعب جدا أن يدخل في تطبيع مباشر مع الكيان الصهيوني، والأصعب منه أن يقدم دعما لوجستيا هو والدول الأخرى لهذا الكيان اللقيط لكي يشد عمليات عسكرية على إيران، لأنه لا تستطيع هذه الدولة اللقيطة، طبعا موجودة باكو، موجودة أذربيجان، لكن هنالك الخيارات أيضا محدودة، الوضع الجيوسياسي الديموغرافي بين إيران وجمهورية أذربيجان أيضا لا تسمح لأذربيجان أن تكون بالفعل خطرا مباشرا يهدد البرنامج النووي الإيراني. إيذاءات من هنا وهناك، تطير طائرات مسيرة، هذا ممكن، بس هذا أيضا له جواب. والدول العربية نفسها شافت الموقف الإيراني، يعني خلال الفترة الماضية رأوا العرب تحديدا ورأت المملكة العربية السعودية، وإحنا أشرنا في السابق إلى أنهم لا يستطيعون أن يحصلوا
على الحماية من المملكة العربية السعودية فيما لو أرادت إيران أن تنتقم. هم لم يتمكنوا من حمايتهم أمام أنصار الله وحلفائهم، لكن ماذا لو انتقمت إيران بنفسها ودخلت في حرب مباشرة مع هذه الدولة العربية أو تلك، بذريعة أنها قدمت الدعم اللوجستي واستخدمت كمنصات للاعتداء عليها. في هذا الواقع هناك بعض النقاط الحاسمة، مثل انتخابات مقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وعدم فوز بايدن مثلا، أو هجوم إسرائيلي جديد في إيران بطريقة انفرادية وحماقة يصفها الإسرائيليون بالحماقة. كل ذلك أيضا ربما يراهن عليه، أقول ربما يراهن عليه نتنياهو لتقويض الوفاق العربي السعودي. لقد صور هذا الانفراج السعودي الإيراني، صور المرحلة الحالية التي نعيشها نحن أنه جزء من اصطفاف شامل. وشفت العودة العربية إلى سوريا، يعني إذا كان لنفترض جدلا أن إيران هي التي اضطرت، وهذا غير صحيح، لهذا الوفاق مع المملكة العربية السعودية، لكن لماذا هذا الاستعجال الذهاب إلى سوريا حليفة إيران الرئيسة؟ وحتى عندما قيل للرئيس السوري بشار الأسد، هل يعني ذلك أنك ستستعين بالدعم الخليجي أو العربي لإعادة البناء في سوريا بعيدا عن إيران؟ قال لهم لسنا نحن أوفياء، نحن لسنا نخون الأمانة ولسنا ننكر الجميل، إيران وقفت معنا ونحن مع إيران. بل بالعكس تماما، هنالك حديث، ولاحظتم زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سوريا، كان الجانب الاقتصادي طاغيا عليها. يعني هذا التوافق العربي الإيراني، التوافق العربي السعودي حتى سيساعد في إيجاد منظومة اقتصادية تساهم فيها هذه الدول لإعادة بناء سوريا من جهة، بل أيضا يمكن تحويل هذه المنظومة إلى منظومة أمنية لحفظ أمن المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية. وبهذا الشكل يكون السهم قد ارتد إليه، إلى نتنياهو. لا يستطيع أن يحصل على الردع في فلسطين، ولا يستطيع أن يوجه سهامه إلى الوفاق السعودي الإيراني في المرحلة الحالية. ولكل مقام مقال، ونحن مقبلون على انفراجات. تأكدوا أحبائي، نحن مقبلون على انفراجات يتمكن العراق بشكل خاص من أن يستفيد من هذه المرحلة ليلعب دورا كبيرا في تحقيق هذه الانفراجات حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. عمران خان رئيس وزراء باكستان الذي أقيل بانقلاب قادته الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يتحدثون عنه كثيرا. بسبب زيارة موسكو العام الماضي ولقائه بالرئيس الروسي بوتين، أمريكا عاقبت رئيس وزراء باكستان السابق السيد عمران خان فأسقطته باعتراف الصحف الباكستانية، الصحف الباكستانية أكرر، التي لم يكن لديها موقف إيجابي مع السيد عمران خان، لكنها اعترفت بالواقع، اعترفت بأن عمران خان انتهج خلال الفترة، يعني هي كانت تنتقده، تقول ليش يعني رئيس الوزراء آنذاك ينتهج سياسة مغايرة للولايات المتحدة الأمريكية ولسياسة الولايات المتحدة الأمريكية. وكتبوا كانت سياسات عمران خان تسببت في عدم ارتياح الإدارة الأمريكية بعد وصوله إلى السلطة في العام 2018، حيث انتهج سياسة التقارب بين باكستان والصين وروسيا، وابتعد بالبلاد عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر بشكل خاص على الجيش، وخصوصا على
أجهزة الاستخبارات الخاصة بالجيش. وتبدو باكستان متجهة إلى ما يمكن أن نسميها بأزمة حادة، بعد أن قامت السلطات، قام الجيش باعتقال السيد عمران خان بطريقة مهينة غير قانونية وغير دستورية، عندما اقتحمت المكان الذي كان يتواجد فيه في المحكمة العليا مع حراسة ومحاميه، ذهب إلى المحكمة، هنالك مزاعم واتهامات، فذهب. وأثناء القيام بعملية فحص بيولوجي، هذا يعني الروتين في المحكمة، تم كسر النوافذ واقتحام الأبواب واعتقاله بطريقة تشي بأن هنالك مؤامرة خطيرة على حياة عمران خان. شلون؟ هم نجي أيضا للصحف الباكستانية. بعيد اعتقاله غير القانوني، أصدرت أو الجماعات التي تتحالف وتحالفت مع السيد عمران خان والحركة التي هو أيضا يقودها إنصاف، أصدروا بيانا أعربوا فيه عن مخاوفهم من احتمال أن يتم تسميم عمران خان الاعتقال. هذا الأمر طبعا يثير قلقا كبيرا، وتعرفون المجتمع في باكستان وعموما يعني هذه المجتمعات التي فيها رجل مثل عمران خان، هذا الرجل يعني كان ولا يزال يعتبر بطلا قوميا إسلاميا، لديه مريدون، ازداد عدد المريدين له بعد إقالته غير القانونية من منصبه كرئيس للوزراء. وحتى في حصلت هنالك بعض الانتخابات الفرعية أكدت أنه إذا، وهو الرجل لا يدعو إلا إلى انتخابات مبكرة لا أكثر ولا أقل، تعالوا سووا انتخابات، ففي الانتخابات يبين، أظهرت الانتخابات الفرعية أنه وجماعته وحزبه متفوقون كثيرا على منافسيه، فكانت هنالك حقيقة مخاوف كبيرة من عودة عمران خان بشكل أقوى إلى الحكم مرة أخرى في باكستان فيما لو أجريت الانتخابات النيابية العامة. تعرفون أيضا أن عمران خان، وهذا ما يجب أن نذكره، لماذا أقول هو الذي يتحدثون عنه كثيرا، عمران خان واحد من ربما هو يعني لا أريد أن أقول من القلائل جدا، لأنه لا يوجد، لم أجد زعيما سياسيا لدولة غير عربية مسلمة، طبعا عدا إيران، نترك إيران جانبا، دافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أساءت له الفرنسيون وتحديدا الرئيس الفرنسي ماكرون، هو مثل عمران خان علنا دعا إلى تشكيل ائتلاف وإلى إيجاد منصة إعلامية موحدة في العالم الإسلامي للدفاع عن رسول الله وعرض الإسلام المحمدي الأصيل، بعيدا عن العنف وهذه الدعوات التي تشوه إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتي تظهره بأنه إسلام عنف، جئتكم بالذبح، هذا المفهوم الداعشي الوهابي. كان عمران خان يدعو إلى إيجاد منصة إعلامية قوية في العالم لكي يعرف، يتم التعريف بالإسلام بطريقة حضارية، الحجة بالحجة، لكن عرض الإسلام من بطون الكتب بدون تحريف. طيب عمران خان لماذا لم ترتح له الولايات المتحدة فور وصوله للسلطة عام 2018؟ مو بس الولايات المتحدة، تآمر عليه كثيرون،
سحب قوات الجيش الباكستاني من مناطق الحدود اليمنية السعودية. باكستان أرسلت جيشا قوات باكستانية تدافع عن الحدود السعودية مع اليمن. ليش؟ مقابل قرض بقيمة 3 مليار دولار. قال لهم تفضلوا قواتي يجب أن تسحب، لأن هذه الحرب نحن لسنا جزءا منها ولسنا طرفا فيها، بل الأكثر من ذلك قدم مبادرات لحل الأزمة في اليمن لم تلتفت لها السعودية. قالوا لي يابا رجع لنا القرض، وأصر رجع لهم 1 مليار دولار بتلك الظروف العصيبة. قالوا الباقي هم راح يجيكم، نحن لا نتلقى رشاوى لقتل مسلمين. رفض عمران خان أن يكون جزءا من الآلة العدوانية التي تقتل المسلمين في اليمن. فطبعا هذا يثير الجدل في الصراع أو في الأزمة التي اندلعت في 2018 بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، ضاربا عرض الحائط قرار دولي برقم 2231 صادقت عليه الولايات المتحدة نفسها. سعى عمران خان إلى إيجاد وفاق لحل هذه الأزمة، قدم مبادرات. عمران خان قدم مبادرات لتعاون أمني بين إيران وبين باكستان لحل في مناطق حدودية في مثلث بين أفغانستان وباكستان وإيران في مناطق سيستان بلوشستان، هذه مرتع لعصابات وتجار مخدرات دولية ولمنظمات إرهابية مدعومة من دول معروفة، والجيش الباكستاني كان جزء بها ومتورط فيها. فعمران خان ماذا فعل؟ عمد مباشرة إلى تقديم التعاون الكامل مع إيران لكي تعيش المنطقة بسلام بعيدا عن الإرهاب والمخدرات، ونجح. لكن أخطر ما قام به عمران خان هو أنه رفض تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وقال لهم بالحرف الواحد: لسنا عبيد لكم، نحن لسنا عبيدا لكم. مو عبيد حتى تأمروننا. وأغضب دولتين إقليميتين آنذاك، واحدة طبعت مع الكيان الصهيوني ووقعت اتفاقات أبراهام يعني إبراهيم عليه السلام، والثانية المملكة العربية السعودية اللي بعدين شافت المملكة العربية السعودية لا الكيان الصهيوني حماها ولا الولايات المتحدة الأمريكية حموها من ضربات أنصار الله الانتقامية. هذا هو الذي جعل الغرب والولايات المتحدة تحديدا ودول نافذة في المنطقة تتآمر عليه، لأنه مسلم، رجل مسلم، رجل يؤمن بأن قضية فلسطين قضية المسلمين ويجب أن تحل بطريقة عادلة، ويعود الشعب الفلسطيني إلى أرضه ويرفض التطبيع مع كيان المصطنع. مو بس أسقطوه، حاولوا اغتياله، وتذكرون جيدا محاولات جدية لاغتياله كانت، تعرض إلى عدد من المحاولات وفي واحدة منها جرح أصيب. والآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الرجل من اغتياله ربما في السجن. هو الذي يقف على الحق، هذا ثمن، هذا ثمن في دول مثل دول العالم الثالث وفي باكستان تحديدا. باكستان بالغالب يراد لها أن تكون جزءا تابعا للمحور الأمريكي، لأن هي في منطقة حيوية
حتى مع الهند بالمناسبة لم يقدم تنازلات على الإطلاق في قضية كشمير. إذن يتآمرون عليه وتآمروا عليه وسعى إلى حتى قبل أن تندلع الأزمة في أوكرانيا سعى إلى إيجاد حل بين روسيا وأوكرانيا والغرب. هو صاحب مبادرات صاحب حلول هم يقولون ما نريد حلول نحن نريد التأزيم وش وقت ما يعجبنا ندعو للانفراج يا مال الله.